انا عايزك بقى يا استاذ محمد تعمل لي فيديو حلو كده للمحل بتاعي ونشوف مبيعات كويسه بقى الفتره الجايه. يا نهار ابيض، من العندي قبل العندي. وبص انا مش عايز منك حاجه ديت علشان بس اخوه اللي بينا. يا عم الله يصلح حالك يا رب، ما تحرمش منك. يا ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ النسكافيه بتاعكم خطير، بس برضه محتاج ادوق العصير، لان العصير اعتقد هيبقى اعلى، هيبقى حلو بزياده. فايه رايك تدوقنا حاجه كده من العصير بتاعكم؟ ندواك يا استاذ محمد، تحت امرك. ايه الجمال والحلاوه دي؟ بص طعمه حكايه الحكايه. انا شايفكم بتعملوا كيك صغير كده وشكله حلو وريحته حلوه كده، ما تعمل لي كده طبق اجربه عشان اشوفه كده عامل ايه، حلو ولا ايه؟ اعمل لك. حاضر. ربنا يبارك لك. ايه الحلاوه دي؟ ده اختراع يا باشا. الف هنا. ده ساخن، انتوا عاملينه هنا؟ اكيد طبعا. اساتذه اساتذه، ايه الجمال ده؟ شايف النوتيلا؟ لا لا ده خطير. بص انت اخويا، انا مش عايز منك اي حاجه، بس دوقنا يا عم الحلويات كده بتاعتكم. ده انتوا بتقولوا الحلويات بتاعتكم جميله. بص هي جميله، بس في حاجه كده صغيره فاتتك. هي رائعه، بس احنا لو حطينا لها كده معلقه عسل من فوق يبقى طعمها عامل ايه؟ نجيب لك يا باشا. حط لي كده عسل. ايوه كده، الله ينور عليك. ادينا الايس كريم اللي بيتعمل في المكنه كده اما اجربه، ونشوف ايه حكايه الايس كريم اللي بالزعفران ده، عشان لما اقول للناس قد ايه الحاجه بتاعتكم حلوه يكون في مصداقيه، ونقول بسم الله ما شاء الله. دلع الدلع. لا بصراحه ايس كريم رايق. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا اتصورت لك هنا جنب اليافطه اهوت، جنب اللوحه بتاعتكم اهوت. بكره باذن الله هتلاقي الزباين هنا طوابير. على الله. صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بس الموضوع كله مش بايداني، في حد لازم ارجع له في الموقف اللي زي دي. مين؟ ان شاء الله نجيب والدتي تيجي برضو تجرب وتدوق من كل الاصناف ديت، وبعد كده نقول راينا. على دماغنا يا عم، انت وست الوالده. التسويق والماركتنج والحاجات ديت بتاخد وقت، مش على طول كده. احنا مع بعض كده هنعدي 3 4 5 ايام، كل يوم نيجي وناكل وندوق الحاجات اللي عندكم ديت، وبعد كده شوف بقى الزباين. هتلاقي طوابير هنا، طوابير واقفه لك هنا من الصبح، ربنا تيجي تلاقي 4 5 طوابير واقفين مستنيين. 5 ايام تجرب؟ 5 ايام اه نجرب علشان نبقى نقول كلام ثقه للناس. رايك؟ على دماغنا. توكلنا عليك يا رب، توكلنا عليك يا رب.